الثانوي السابع الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يقام في هذا اليوم 30 من يونيو، ويهدف إلى دمج ومشاركة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. إن القيادة السياسية لا تألو جهدا في الاستعانة بكل طبقات المجتمع وفئاته، وليس أدل على هذا وينطبق عليها قول القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وها هي العظائم تصغر في عين القيادة السياسية في مصر لتدمج ذوي الإعاقة الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة شرائح المجتمع. إن عددهم يصل إلى 4 ملايين في جمهورية مصر العربية، فلما لا نستفيد منهم؟ وليس أدل على هذا من أن العظماء والأدباء والمفكرين والشعراء، بل والمخترعين على كافة المستويات ومختلف الأصعدة، كانوا من أصحاب الإعاقات. فمن الأدباء والشعراء بشار بن برد كان كفيفا، وعبد الله البردوني في العصر الحديث من اليمن كان أيضا كفيفا، وعميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين كان كفيفا وأنار الدنيا بعلمه وبكتاباته. بل ليس أدل على هذا من توماس أديسون، هذا الذي أنار العالم أجمع واكتشف الكهرباء وهو لم يرها بعد، بعد محاولات مضنية وصلت إلى 999 محاولة، ولما قيل له فشلت 999 مرة قال: لا، بل عرفت 999 طريقا لا تؤدي إلى اكتشاف واختراع المصباح الكهربائي. كلنا يذكر بالأمس القريب طريقة برايل التي كان يتعلم بها الأكفاء، وهم يتعلمون القراءة والكتابة، تعلموها بطريقة برايل. وليس أدل على هذا أيضا من كل البقاع في العالم فيها حالات خاصة شاركوا وتحدوا ورفعوا شعار الإرادة والتحدي ليكونوا عناصر جادين في المجتمع. أيها السادات والسادة، سوف يلقي السيد إيفان ساركوش سفير الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية كلمة في هذا المؤتمر الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة الخاصة. وليس أدل على هذا، والاتحاد الأوروبي يدعم هذا الاتجاه داخل جمهورية مصر العربية منذ ما يقرب من 4 أو 5 أعوام. إن الاستعانة بذوي الاحتياجات الخاصة على كافة المستويات ومختلف الأصعدة يولد طاقات جبارة. وليس أدل على هذا، فها هي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق والاشتراك مع مهندسين مخترعين ومبتكرين، منهم من هم من ذوي الإعاقة الخاصة أنفسهم، طوروا واستحدثوا أجهزة لم تكن موجودة منذ قبل، لأن حلم التكنولوجيا حلم يراود أجفان الجميع ويراود عيون الجميع، لما لا والأوطان تبنى بهذا العلم. فها هم طوروا في المعرض الذي سوف ننقله لحضرتكم على الهواء مباشرة أيضا أجهزة تمكنهم من التعامل مع المصلحات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات الموجودة داخل الدولة، سواء كانت مصلحة الجوازات في السفر والهجرة، أو تصاريح العمل، أو استخراج البطاقات، أو من السجل المدني، عن طريق أجهزة متقدمة تكنولوجيا وتقنيا ومعلوماتيا يمكنهم التعامل معها. كنا نسمع أن هنالك تجربة فريدة في جمهورية مصر العربية في بعض المطاعم التي اعتمدت على الصور لذوي الإعاقات الخاصة الذين لا يجيدون الكلام وهم طائفة البكم، صمم لهم مجموعة من الصور ليختاروا من الصور ما يشاؤون وما يريدون. من هذه الأجهزة التكنولوجية والوسائل التواصل الحديثة أيضا نظارة تحول الكلام المسموع إلى مقروء أمام صاحب هذه النظارة، وهذا المخترع هو المهندس عمرو، وسوف يكرم من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر. معروم أن الذي لا يسمع أو مصاب بإعاقة السمع يسمع الأصوات ليس من اتجاه واحد ولا يستطيع أن يحدد اتجاه الأصوات. طوروا نظارة وصنعوها وصمموها تحول الأصوات وتحدد جهة واحدة لاستماع هذه الأصوات، وبالتالي يلتفت إليها متفهما ومتواصلا معها. إذا كان علماء اللغة المحدثين والقدامى يقولون إن اللغة مجموعة من الأصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فظهرت لغة حديثة وهي لغة الجسد أو البادي لانجوج، ولما لا نستخدم لغة الجسد هذه في التعامل مع أصحاب الإعاقة الخاصة.
أيضا شركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع مجموعة شركات مطورة وأصحاب الحالات الخاصة أيضا طوروا وصنعوا وصمموا قاموس إشاري موحد للغة الصم والبكم داخل جمهورية مصر العربية، وأعتقد أن هذا القاموس سيكون نقلة نوعية في الدول العربية وفي العالم أجمع، لأنه يوحد ذوي الاحتياجات الخاصة على لغة واحدة معروفة محليا ودوليا وعربيا. أيضا من الأجهزة التي تعرضها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة أنا شايف أنا سامع أنا أتحرك، هنالك تدريب وإعادة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع عن طريق تعليمهم لغة الإشارة في المرور عن طريق نظارة تريهم ما يحدث في الشارع ومحاكاة للواقع، شيء من المحاكاة سيميليتر، يلبس النظارة ويرى ما يحدث في الشارع ثم يتم تدريبه عليها حتى يخرج إلى الشارع فرد عادي تماما يحاول الاندماج، بل هو يندمج في المجتمع مطورا إياه. طوروا الكراسي الصناعية بحركاتها الهيدروليكية التي لم تعد تعيق الزمان ولا المكان. هنالك أيضا طوروا برنامج لتطبيق التطبيقات التكنولوجية على الإنترنت خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانه كل أطياف ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت إعاقة سمعية أو إعاقة بصرية أو إعاقة حسية بإمكانه أن يتصفح السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعية عن طريق برامج صممت خصيصا لهذا الغرض، هي تقرب المعلومة مسجلة لمن لا يسمع ومرئية لمن لا يرى ومحسة لمن لا يحس بذلك بأحد الحواس الخمسة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها وسلبها منه، لكنه عوضه ذكاء وعوضه عبقرية ليتواصل مع العالم أجمع. إننا بهذا التقدم العلمي والتكنولوجي لم نعد في حاجة إلى عزل مجموعة من الناس، بل أصبحنا في حاجة ماسة إلى دمجهم دمجا حقيقيا في المجتمع، وهذا إيمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية جميعها أن تدمج هذه الشرائح التي فيها إعاقة خاصة في المجتمع. فالشعار يتراوح بين ثلاثة مصطلحات: مشاركة ودمج وتمكين، وبإذن الله قريبا سوف نرى كثيرا من هذه العناصر يتبوأ مناصب ويحتل شركات ويطور ويصمم لكي يثبت للناس أنه فرد عادي. إن هذا اليوم المشهود يوم 30 يوليو من عام 2018، هذا العام الذي أعلنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للإعاقة، ونحلم جميعا أن تضم مصر بين كنفاتها وبين أحضانها مدينة كاملة للخدمات الإنسانية بدءا من التربية والتعليم والمدارس والجامعات والمعاهد العلمية والتكنولوجية المتخصصة في هذه الوسائل والوسائط المتعددة التي تعمل على دمجهم في المجتمع. سفير الاتحاد الأوروبي يعبر عن لمسة وفاء من الاتحاد الأوروبي الذي يتعاون مع مصر تعاونا كاملا في هذا المجال، وهو يحضر في هذا المؤتمر الدولي السنوي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، دمج وتمكين ومشاركة السيد إيفان ساركوش، ويلقي كلمة في هذا الخصوص. ولما كان هنالك قاموس إشاري موحد للغة ذوي الإعاقة الخاصة محليا وعربيا، السيد أمين عام جامعة الدول العربية أيضا سيلقي كلمة في هذا المجال وهذا المؤتمر، ولا يكون المؤتمر هكذا إلا أن نستمع إلى كلمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. إن حلم التطور العلمي والتكنولوجي حلم يراود أجفان الجميع، لأننا نشعر أن كلنا في بوتقة واحدة، فبدءا من هنالك نموذج وتطبيقات لترجمة المواقع الإلكترونية ونموذج طور عن طريق شركات متخصصة في هذا المجال، وأيضا هنالك بعض التطبيقات التي تم إنزالها وتعامل ذوي الإعاقة الخاصة مع الكمبيوتر، حتى الألعاب أو الجيمز لن نحرم أولادنا وأطفالنا من هذه الألعاب، بإمكانهم أن يمارسوا حياة طبيعية على الكمبيوتر وعلى الإنترنت بألعاب سواء كانت إعاقتهم إعاقة سمعية أم بصرية، الألعاب مترجمة بالصوت والصورة والألوان حتى يتم تعريفهم على العالم الخارجي، حتى الأبجدية العربية موجودة بلغة إشارية وبلغة مسموعة وبلغة منطوقة وبلغة مرسومة وبلغة مكتوبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا الكلام يدلنا على أن مصر بالفعل تخطو خطوات للاستفادة من جميع العناصر الموجودة فيها، فلا حواجز ولا سدود ولا حدود بيننا وبين ذوي الإعاقة الخاصة، حالما تضمهم مدينة إنسانية كاملة متكاملة داخل جمهورية مصر العربية. أيها السادات والسادة، إيمانا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بحسن الاستعانة بكل هؤلاء الشباب الذين يصل عددهم إلى 4 أو 5 مليون شاب موجودين في مصر، سواء كانوا شباب أو فتيات، يدل على نقلة نوعية حضارية وعلمية وتكنولوجية وثقافية في هذا المجال. وما أشبه الليلة بالبارحة، فكثير من ذوي الحالات الخاصة تصدر العالم، سواء على المستوى الفلكي أو على المستوى الكيمياء أو على مستوى الأدب والشعر أو على مستوى القصة القصيرة. أيها السادات والسادة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر للمرة الأولى في هذا المؤتمر الدولي السنوي 7 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة، وهذا يتوائم مع الشعار الذي رفعه سيادته بأن يتم تخصيص عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا من التطبيقات التي تم تطويرها لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة واستغنائهم عن العالم الخارجي أو قيامهم بذاتهم وعدم الاعتماد على أشخاص آخرين لأنهم في الحقيقة أشخاص أسوياء، برنامج وتطبيق قارئ الأدوية. كل اللي عليك أنك أنت تضع علبة الدواء تحت جهاز وتطبيق معين، جهاز الموبايل مثلا أو جهاز المحمول الخاص بك، هو يقرأ لك من خلال العلامات الإلكترونية الموجودة أو الباركود الموجودة على علبة الدواء، يقرأ كل خصائص هذا الدواء، مسوغات استعماله وعناصر منعه وعدم استخدامه والجرعة والسن وممنوعات الاستخدام. هذا البرنامج يسمى ببرنامج قارئ الأدوية. أيضا تم تصميم برنامج لرفع قدرات الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخروجهم إلى الشارع وممارساتهم الحياة الطبيعية. أيها السادات والسادة، من خلال برنامج المرور الذي تم أيضا إيجاد تطبيق له على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لأصحاب ذوي الإعاقة الخاصة التواصل مع إشارات المرور وفهمها فهما جيدا. ستعقد بعض الندوات على هامش المؤتمر الدولي السنوي 7 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة، والذي يحضره سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الندوة من هذه الندوات وهي ندوة التعليم، وتدور تحت الوصول إلى الخدمات المالية، وهي تحت إشراف الاتحاد الدولي للاتصالات. وهنالك أيضا ندوة تأتي لذوي الإعاقة الخاصة الذين فيهم الإرادة والتحدي، وهي تأتي تحت عنوان مفاد السياسات العامة لإتاحة التكنولوجيا والنفاذ إلى الخدمات. السيسي رئيس الجمهورية. السيد الرئيس، السادة الحضور، أرحب بحضراتكم اليوم في المؤتمر السنوي الدولي 7 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عقده سنويا لاستعراض أهم ما تقدمه الدولة المصرية في مجال استخدام التكنولوجيا لدمج وتمكين ذوي الإعاقة. إن أهم ما يميز المؤتمر هذا العام هو تشريف السيد رئيس الجمهورية للمؤتمر اليوم لأول مرة، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام الشديد الذي توليه القيادة السياسية والسيد الرئيس شخصيا بأهالينا من ذوي الإعاقة، أو كما يطيب لسيادته ذوي القدرات الخاصة. وقد تجلى هذا الاهتمام بإعلان عام 2018 عام ذوي الإعاقة من أجل تسخير كافة جهود الدولة هذا العام لخدمتهم وإيجاد آليات تضمن استدامة العمل من أجل دمجهم في المجتمع. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ نشأته في نهايات الألفية السابقة وهو إحدى ركائز التنمية،
فهو قطاع حيوي في عمليات التنمية الاقتصادية. في السنوات الأخيرة بدأ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاطلاع بدور جديد، ألا وهو التنمية المجتمعية المتكاملة في كافة مناحي الحياة من أجل خدمة كافة فئات المجتمع. فقامت وزارة الاتصالات بالعديد من المشروعات الرائدة في هذا المجال، مثل مشروع العلاج عن بعد، ومشروع الدعم التكنولوجي للمدارس، وتدريب المعلمين، والتأهيل التكنولوجي للمراكز المجتمعية الدامجة، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تتبناها الدولة والوزارة بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات دولية وشركات محلية وعالمية. يأتي على رأس مشروعات تلك الاستراتيجية مشروعات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تغطي العديد من المجالات من أجل الوصول إلى مجتمع يتمتع جميع أفراده بفرص متساوية. وبالحديث عن تلك الإنجازات، اسمحوا لي أن أقدم السيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، يسرني أن أرحب بكم اليوم في المؤتمر الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة، لنشهد سويا نماذج إيجابية رائعة تؤكد على دور تكنولوجيا المعلومات في المساعدة على إطلاق القدرات الواسعة لمتحدي الإعاقة. إن العالم يشهد من حولنا انطلاقا قويا نحو عصر رقمي يصوغ واقعا جديدا لمفهوم الحضارة، يكون الإنسان فيه هو المحور الرئيسي لسياسات التطوير، ويتعاظم به دور التطبيقات التكنولوجية، فتغدو أداة تمكين فاعلة لدفع عجلة التغيير داخل المجتمعات. ومن هنا أصبح لزاما على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعزيز آليات نشر ثقافة التحول الرقمي وإتاحة النفاذ إلى المعلومات لجميع أفراد المجتمع من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة. إن تمكين الأشخاص متحدي الإعاقة يعد أحد المحاور الرئيسية لخطط التنمية المستدامة الشاملة من أجل خلق مجتمع أكثر إنصافاً لهم. ولهذا آلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أبنائها، وبدعم كامل من السيد رئيس الجمهورية ومتابعته الدقيقة للتنفيذ، رسم استراتيجية طويلة الأجل درست بعناية احتياجات متحدي الإعاقة، واستفادت من التجارب الدولية لاستخدام التكنولوجيا كأحد أهم أدوات دمج وتمكين متحدي الإعاقة. وكان من أبرز التحديات التي واجهتنا في هذا المضمار ندرة تطبيقات وبرمجيات التكنولوجيا المساعدة المتاحة باللغة العربية والملائمة للبيئة المصرية، والتي لا غنى عنها لمتحدي الإعاقة. لذلك كان السعي نحو الاستثمار في عقول الشباب المصري من مطوري البرمجيات، حيث قدمت الوزارة الدعم من خلال مسابقة تمكين ل150 مشروع للابتكار في مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة من أجل جعل متحدي الإعاقة أعضاء مندمجين وفاعلين في مجتمعهم. وقد أثمرت هذه الجهود عدة تطبيقات وبرمجيات متميزة، من أبرزها القاموس الإلكتروني للغة الإشارة الموحدة، وتطبيق قارئ الأدوية لمتحدي الإعاقة البصرية، ومنصة التعلم الإلكتروني عن بعد لمتحدي الإعاقة البصرية والسمعية، وغيرها الكثير من التطبيقات التي تعد لفتات ترحيب بهؤلاء الأقوياء للاندماج المجتمعي وتنمية القدرات. وإننا لعلى يقين أن إخواننا من متحدي الإعاقة هم الأقدر على صياغة الخطط التنموية الخاصة بتلبية متطلباتهم، ولذا ترتكز سياسة الوزارة على إشراكهم والتشاور معهم في كفاءة التطبيقات التكنولوجية التي يبتكرها مطوري البرمجيات من أجل تحسين البيئة الدامجة لهم
هم لنا شركاء رئيسيون في اتخاذ القرار. السادة الحضور، إننا إذ نسترشد بمقولة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين إن التعليم كالماء والهواء، في ضرورة إتاحة فرصة عادلة ومتساوية في التعليم، فإننا نستلهم أيضا من إرادته الصلبة الحافز لتطوير مشروعات رفع الكفاءة التعليمية للطلاب من متحدي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا المساعدة لمختلف أنواع الإعاقة في كافة المراحل التعليمية، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم الدعم التكنولوجي بالأجهزة وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة المتخصصة ل600 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، وتدريب ما يقرب من 29,000 معلم من معلمي التربية الخاصة والدمج. كذلك أتمت الوزارة تأهيل 58 مركز شباب كمراكز مجتمعية دامجة من خلال تطوير قاعات الحاسب الآلي على أعلى مستوى تقني، وتوفير التكنولوجيا المساعدة وبرامج تدريبية بالمجان في مجالات تكنولوجية مختلفة لكافة الشباب في بيئة دامجة. ونعمل حاليا على تأهيل 60 مركزا آخر من مراكز الشباب خلال عام بإذن الله. كذلك أيضا نسعى بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة إلى تطويع التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لكافة المواطنين، واتخاذ كافة التدابير لتيسير حصول متحدي الإعاقة عليها باستقلالية من خلال تهيئة بيئة ممكنة للأشخاص متحدي الإعاقة تساعدهم على التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة دون الحاجة للاعتماد على الآخرين. ولهذا كان التعاون المثمر مع وزارة الداخلية من أجل توفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات الخدمية التي تسمح بالتواصل الفعال وتقديم كافة التسهيلات لمتحدي الإعاقة. وفي إطار خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل متحدي الإعاقة لسوق العمل وتوفير فرص عمل متميزة في بيئة دامجة تتيح لهم العمل باستقلالية وكفاءة، أطلقت الوزارة 2000 منحة تدريبية لتأهيل ودعم القدرات التكنولوجية لمتحدي الإعاقة. وأود هنا أن أشير إلى أن 70% من هذه المنح التدريبية قد تم توفيرها لأبنائنا من أهل صعيد مصر بالتعاون البناء الفاعل مع القوات المسلحة المصرية. سيادة الرئيس، أتقدم لسيادتكم بجزيل الشكر والعرفان على تشريفكم لنا اليوم ودعمكم الدائم لكافة المشروعات الخاصة بتيسير حياة متحدي الإعاقة، وأتمنى أن يكون مؤتمرنا هذا قيمة مضافة لكل المعنيين بمجال التكنولوجيا المساعدة لمتحدي الإعاقة. وختاما، أتقدم بالشكر والتقدير لأصحاب الإرادة التي لا تلين من متحدي الإعاقة، كل الحب لهم وكل التقدير لقدراتهم الفائقة في مجابهة التحدي. والسلام عليكم ورحمة الله.
تمام. فاسس طهار طلع عطمان في مصر. العمل من 12 مساء 0289. ثلاث ثلاثات أربعة ثلاث تسعات. مع السلامة. مع السلامة. السيد الرئيس، السادة الحضور، بدأ دعم الاتحاد الأوروبي لمؤتمر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة منذ عام 2013، واستمر على مدار 5 سنوات، فشهد معنا التطور الكبير الذي حدث في هذا المجال. الكلمة الآن للسيد إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي. فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، معالي رئيس الوزراء، معالي سكرتير العام للجامعة الدول العربية، معالي وزراء، سيداتي وسادتي، في البداية أريد أن أقول أنني سعيد للغاية بالمشاركة في الافتتاح هذا المؤتمر العام. بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي فإننا فخورون بأننا جزء من المؤتمر السنوي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكمين الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار عام الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعلنه الفخامة الرئيس المصري. والآن اسمحوا لي أن أواصل باللغة الإنجليزية. Estimates by the World Health Organization suggest. تقديرات منظمة الصحة العالمية تقول أن 15% من سكان العالم يعيشون بنوع ما من أنواع الإعاقات. على مستوى الاتحاد الأوروبي فإن هناك حوالي 80 مليون مواطن يعيشون بإعاقة، وتحاول الاتحاد الأوروبي من خلال سياسته من أجل دعم جميع الأشخاص بناء على مبادئ عدم التمييز وتقرير الذات والمعاملة المتساوية. هذه الإطار سياسة الاتحاد الأوروبي موضح في استراتيجية الاتحاد الأوروبي والذي يعمل ضمن إطار تنفيذ
الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشارك مصر فيها والاتحاد الأوروبي كأعضاء. هذه الاتفاقية هي أول معاهدة للتحود لحقوق الإنسان يتبناها الاتحاد الأوروبي بنفسه. ولقد عمل الاتحاد الأوروبي على العديد من البرامج يشمل التكنولوجيا المساعدة في ظل برامج البحث وبرامج البحث والإبداع والدمج والدخول والوصول إلى تكنولوجيا معلومات الاتصالات لأشخاص ذوي الإعاقة، ليس فقط حقوق أساسية لكنها أيضا متطلبات لدمج وتمكين أشخاص. وبالحديث عن التعاون، فإن مصر والاتحاد الأوروبي لديهم تعاون دائم طويلا فيها مجال البحث والإبداع. هذا العام 2018 يمثل مرور 10 سنوات منذ توقيع دخول اتفاقية العمومة والتكنولوجيا حيز النفاذ، ونحن ما زلنا نقول بأن التعاون العلمي أحد العماد الرئيسية لتعاوننا، ونحن نأمل لمزيد من التعاون من خلال برامج البحث والإبداع هورايزن 2020. ويسعدني أن أقول أن مصر هي أحد المشاركين الفعالين في هذا البرنامج. بالإضافة إلى التعاون بموجب هذه المبادرة، فإن الاتحاد الأوروبي لطالما كان يدعم التعاون التكنولوجي والعلمي من خلال برنامج الثنائي للإبداعي في تطوير الأبحاث، وساعد في خلق ثقافة إبداعية في مصر والتواصل الأكاديمي بين وزارة مع وزارة البحث العلمي. السادات والسادة، على مدار السنوات الماضية دعم الاتحاد الأوروبي تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد من المبادرات المهمة، وفي المستقبل القريب فإننا نتطلع إلى استمرار هذا الدعم بالتعاون الوثيق مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة للتعامل مع حالات الأطفال ذوي الإعاقة. فالتعليم وحماية الأجيال الجديدة هو استثمار رئيسي في مستقبل الدولة. وفي هذا السياق، فإن الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف تدعمان وزارة التعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال البرنامج توسيع الدخول على التعليم وحماية الأفراد المعرضين للخطر في مصر وبمبلغ 36 مليون يورو. وفي أحد من هذه المكونات البرنامج يشمل دعم دمج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم. فهذه المشاركات على مستوى المدارس سوف يستفيد منها 6,000 طفل معاق و200 مدرسة بها حوالي 100,000 طفل يحصلون على فرص تعليمية أفضل وبيئة تعليمية أفضل. دعوني أختتم كلمتي قائلا بأنها القدرات وليست المعوق التي تحدد ماهية الشخص، ونحن في الاتحاد الأوروبي جاهزون لدعم الأشخاص المصريين ذوي الإعاقة من خلال بناء قدراتهم خلال التعليم والإبداع ودعم دمج الأقليات عموما. مرة أخرى دعوني أعبر لكم مدى سعادتي بوجودي هنا، متمنى لكم إن صناعة تكنولوجيا تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وتلائم واقعنا ولغتنا في الوطن العربي هو حلم لكل شخص من متحدي الإعاقة في المنطقة، حيث تولي الدول العربية اهتماما كبيرا لهذا الملف. كلمة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، سيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحضور الكريم، يشرفني بداية أن أتوجه بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفضله برعاية المؤتمر والمعرض السنوي الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أو لعلي شخصياً أسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وليس هذا بجديد على سيادتكم، وقد تكررت إشاراتكم ولفتاتكم الإنسانية لذوي الإعاقة بهدف دمجهم في المجتمع بتوفير العمل والكرامة والدعم، وكذا تنبيه القوى الحية في المجتمع لضرورة الالتفات إلى أن حضارة المجتمعات تقاس بالطريقة التي تعامل بها أصحاب الاحتياجات الخاصة من أبنائها، والأخذ بأيديهم وإعادة تأهيلهم للإسهام في التنمية وممارسة الحياة كمواطنين كاملي الأهلية. جميعنا يعرف للأسف أن المنطقة العربية قد شهدت خلال السنوات الماضية حالة غير مسبوقة من الصراع المسلح والعنف الأهلي التي مزقت بعضا من أزهى حواضرنا ومدننا، وخلفت ورائها من بين ما خلفت دمارا في الإنسان يفوق خراب العمران. ومن أسف أننا لا نملك أرقاما محددة عن أعداد أصحاب الإعاقة الذين راحوا ضحية هذه النزاعات الطاحنة. ومن المؤكد أن استعادة الحياة الطبيعية لهذه المجتمعات لابد أن يعالج هذا الجانب المهم والخطير من كلفة الحرب والنزاعات التي يتحملها البشر لا ذنب لهم. فلا ينبغي أن يعاقب أصحاب الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة مرتين، مرة بما يعانون من عجز ومرة بجحود المجتمع أو تقصيره في حقهم. من هنا أهمية المبادرة التي يتبناها مؤتمرنا اليوم تحت شعار دمج تمكين مشاركة، ولا أظن أن ثمة هدفا يمكن أن تحققه تكنولوجيا المعلومات أكثر نبلا من دمج أصحاب الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة وتمكينهم وتيسير سبل الحياة الطبيعية لهم. إنها مبادرة مصرية رائدة ومبتكرة اعتمدها مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، ومن المقرر أيضا أن يطلق مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي تترأس مصر مكتبه التنفيذي حملة إعلامية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يوم 13 ديسمبر القادم، وهو اليوم العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو مثلما أسميهم الاحتياجات الخاصة. أتمنى التوفيق لهذا المؤتمر الهام الذي ستتابع الجامعة العربية ما سوف يصدر عنه من توصيات توطئة لتعميم الفائدة على عموم العالم العربي. وأشكر لكم سيادة الرئيس حرصكم على رعاية هذا النوع من المبادرات النبيلة التي تضع التكنولوجيا في خدمة الإنسان، إذ لا رفعة للأوطان سوى بكرامة الإنسان. شكرا سيادة الرئيس. منة الله مجدي محمد تقدم لحضراتكم بعضا من النماذج المشرفة والملهمة والتي استطاعت مواجهة الصعاب والتحديات ليثبتوا أن الثقة في الله واليقين والإرادة أساس أي إنجاز، مع الأخذ بالأسباب ودور التكنولوجيا والعلم في مساعدة متحدي الإعاقة لجعلهم قادرين على الاندماج في المجتمع بشكل إيجابي. السيد الرئيس، السادة الحضور، أهلا بكم معنا في المؤتمر الدولي السنوي السابع لتكنولوجيا الاتصالات لتمكين أشخاص ذوي الإعاقة. أعرفكم بنفسي، أنا منة مجدي ناصف، إحدى المكرمات العام الماضي من مبادرة رئاسية للتدريب والتوظيف، وتكريمي ده إداني دفعة قوية إن حقق بقية أحلامي، واللي من ضمنها وقوفي قدام حضراتكم النهاردة كمذيعة للمؤتمر، وده بحكم دراستي في الإعلام، والتوج كمان النجاح والحلم باني النهاردة هقدم قصص ونماذج رائعة عجز العقل البشري عن استيعاب قدرتهم الخارقة بفضل إرادة قوية.
بداية من قصتي اللي واجهت فيها شركتنا تحدي كبير لتوظيف أكتر من 100 كفيف من ذوي الإعاقة، ولكن لأنهم أسندوه لأشخاص عادية، ولكني اقترحت أن يتم إسناده ليا بشغلي في إدارة الموارد البشرية، وبالفعل قدرت أنا وزمايلي نوصل الرقم المطلوب وزدنا عليه كمان، ولسه المشوار قدامنا طويل، وده سبب وجودنا النهاردة مع زمايلي عشان نثبت بالدليل القاطع أن احنا هنقدر نوصل، لأن دمجنا في المجتمع هو السبب الرئيسي عشان نقدر نوصل لمستقبل أفضل. شعاره هو أن النجاح اختيار مهما كانت الظروف. ودلوقتي هنستقبل أول بطل معانا هيقول لنا قصته الرائعة، وهو طارق حسام الدين. طارق نموذج رائع قدر يثبت بقصته ان مفيش اي تحدي ولا مستحيل، ده لان اي شخص مننا ممكن يواجه اي مشكلة، لكن اجتيازه للمشكلة دي ممكن يكون ميلاد لقصة نجاح غير معتادة، وهو اللي هيطلعنا عليها طارق دلوقتي حالا. اتفضل يا طارق. السيد الرئيس، السادة الحضور، مساء الخير. انا اسمي طارق سالم، مهندس شبكات في شركة فودافون. قبل ما اتكلم عن المشروع بتاعي حابب الاول ان انا احكي لكم قصة صغيرة. أنا في سنة 2006 كنت في تانية جامعة في كلية حاسبات ومعلومات. في السنة دي أنا عملت حادثة. الحادثة دي أدت إن أنا بقى عندي شلل رباعي. يعني إيه شلل رباعي؟ يعني ولا رجلي ولا صوابع إيدي أعرف أحركها. كان بالنسبة لي حياتي انتهت. كل حاجة خلاص. لأن دراستي مش هقدر أكملها، مش هعرف أكتب على الكيبورد أو لوحة التحكم. حاولت ان انا اتغاضى عن ذلك واحاول ان انا اكمل حياتي. نزلت الجامعه قابلتني فعلا المشاكل دي، قلت لا لازم احاول الاقي طريقه. جه ربنا سبحانه وتعالى شاء ان انا اسافر المانيا اعمل تاهيل هناك. وانا هناك فضلت الفكره في دماغي، وفضلت ان انا عايز اوصل ازاي اقدر اكتب على الكيبورد. وكانوا بيكتبوا هناك بطريقه، الطريقه دي ما كانتش فعاله. الطريقة دي كان بالنسبة لي بطيئة جدا، ما تفيدنيش في الشغل بتاعي وان انا اقدر اكتب كمبرمج. قعدت اعمل نماذج اولية او في الاول خالص كاز بروتوتايب، وفدرت ان انا اوصل ان انا اعمل اداة بكتب بيها على الكيبورد. الاداة دي الحمد لله اتسجلت باسمي في المانيا، وقدرت ان انا اغير الطريقة هناك. ده كان في البداية بس. هل ده في الاول حليت حاجة؟ جزء صغير. لسه كان في حاجات كتير مش هقدر اعملها، وحاجات بسيطه بالنسبه لاي حد. ما كنتش بعرف اكل لوحدي، اشرب لوحدي. لو كنت عايز افتح النور ولع السرير ما كنتش هعرف افتح الباب لحد، ما كنتش هعرف. حتى التلفزيون لما كنت احب اقلب القنوات ما كنتش هعرف. ابتديت احاول افكر ازاي اقدر اتغلب على هذا الموضوع. بس قبل ما افكر في ده كان لازم اشتغل عشان اقدر اصرف على الموضوع ده. في البداية خالص اشتغلت بحول مكالمات في جامعة. بعد ما اشتغلت بحول مكالمات في جامعة قعدت أدرس كتير برمجة. اشتغلت مبرمج في جامعة القاهرة، وأثناء وأنا شغال هناك عملت دبلومة سنتين. وجيت بعديها لقيت إن في حاجات برضو لسه ناقصاني وإن أنا مش قادر إن أنا أكملها. فجيت قررت إن أنا أستقيل أقعد في بيتي عشان خاطر اقدر اكمل بقيت او على الاقل حياتي اليوميه والحاجات اليوميه اللي اي حد بيعملها في ثانيه انا اقدر اعملها. وفعلا الحمد لله الاصرار والعزيمه خلاني قدرت اعمل ادوات كتير تساعد اشخاص ذوي الاعاقه ان هم يبقوا معتمدين على نفسهم كليا. منهم من عن طريق حاجه اسمها، يعني الاداه اللي عملتها كانت عن طريق حاجه 3D برينتر. ال 3D برينتر عباره عن طابعه، الطابعه دي انا بديها التصميم بتطلع لي الاداه جاهزه للاستخدام. جيت الحمد لله قدرت اعدي الخطوه دي. ابتديت الاقي نفسي ان انا محتاج ادرس شبكات عشان اقدر اوصل للي انا عايزه. درست شبكات الحمد لله، قدرت اخد شهادات من داخل مصر ومن خارج مصر اهلتني ان انا اقدر اعمل بيتي كله يبقى مجهز بقدر اتحكم فيه من عن طريق الموبايل. والحمد لله بقيت بفتح نور، اقفل نور، التكييف، المروحه، اقلب القنوات،
أشوف أنظمة أمان تبقى موجودة كاملة، أعمل سيناريوز كاملة لجميع أشخاص ذوي الإعاقة، وهو فعلا دلوقتي مجهز لجميع أشخاص ذوي الإعاقة أيا كانت الإعاقة بتاعتهم إيه. بس للأسف الشديد بعد ما عملت كده لقيتها لسه ناقصة، لأن بعض أشخاص ذوي الإعاقة يقدروا يوصلوا بإيديهم للنور ويفتحوه، ولكن في أشخاص تانيين ما يقدروش، بيبقى عندهم severe disabilities أو الإعاقة بتاعتهم بتبقى شديدة شوية، زي إن هو يقدر يكون بيتكلم بس ومش قادر إن هو يحرك أي حاجة تانية. لقيت إن أنا محتاج إن أنا أطور البرنامج بتاعي كمان، فقدرت إن أنا أطوره وأخليه عن طريق الأوامر الصوتية. طب افرض واحد عايز يفتح الباب بتاعه، يجي واحد يقول افتح الباب، أي حد يفتح؟ لا. وصلت إن أنا كمان لازم أعمله ببصمة الصوت، والحمد لله عملته كمان ببصمة الصوت. أنا عملت فيديو صغير جدا يقدر يشرح البيت اللي أنا عامله وحياتي اليومية عاملة إزاي. تعالوا نشوفه مع بعض. Turn on lights. بشكرك يا طارق، وفعلا خلتنا بأفكارك وإبداعك نحلم إن زي ما بقى عندنا بيت سمارت يجي علينا اليوم يبقى مجتمعنا كله سمارت. أما بطلنا اللي هيبقى معانا دلوقتي هو البطل إسلام صابر. إسلام قصة نجاح مميزة حقا، ده لأنه ساعد في بناء قصص نجاح آخرين، لأنه قدر يتحول من مجرد مستخدم للتكنولوجيا لمشارك فعال في إيجاد حلول تكنولوجية الكتير. هو نفسه هيكلمنا عليها دلوقتي. تفضل يا إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. مساء الخير يا سيادة الرئيس. أنا برحب بسيادتك وبالسادة الحضور، وفي البداية
أحب أعرف نفسي لسيادتك وللسادة الحضور. أنا إسلام صابر قاسم من محافظة المنوفية ومن ذوي الإعاقة البصرية ومدرب كمبيوتر للمكفوفين وضعاف البصر. في البداية أنا حابب أشكر سيادتك على دعمك للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى المبادرة اللي سيادتك أطلقتها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللي تنفذ منها مشروعات كتيرة بنستفاد منها بشكل كبير. في البداية سيادة الرئيس، أنا كنت بعاني من مشكلة كبيرة في التدريب، سواء كنت متدرب أو مدرب، لكن التكنولوجيا حلت لي مشكلة كبيرة جداً، إن أنا خلتني أقدر أعتمد على نفسي في تحضير المادة التدريبية وتوصيلها للمتلقي. التكنولوجيا حسستني إن أنا كنت عايش فترة طويلة في ظلمة، وفجأة لقيت إن الدنيا نورت من حواليا. ليه؟ لأن في برامج ناطقة بتنطق لكل حاجة بتطلع على شاشة الكمبيوتر أو الموبايل، وبكده قدرت أعتمد على نفسي وأقرأ كل معلومة أنا محتاجها وأتلقاها بالشكل وبالصورة اللي تناسبني. لا، ومش بس كده، ده في كمان برامج التعلم عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، يعني أنا من بيتي أقدر أدخل وأخذ الكورس اللي يناسبني من غير ما أنزل من بيتي علشان أحسن مهاراتي وقدراتي. الحاجة المهمة اللي أنا جاي أتكلم فيها النهاردة يا ريس، إن الأشخاص ذوي الإعاقة ما بقوش مستخدمين للتكنولوجيا فقط، لا، ده بقوا كمان بيشاركوا وبيقولوا رأيهم في مراحل تطور التكنولوجيا. يعني وزارة الاتصالات بتشركني في لجنة التقييم للمشروعات الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، وبكده الوزارة بتطبق مبدأ الدمج، ولما بتشركني في المشروعات وبتاخد رأيي، بالتالي لما البرمجيات بتطلع ملبية لمعظم احتياجاتي. الحاجة اللي أنا عاوز أقولها لحضرتك يا ريس، إن لو شخص من ذوي الإعاقة استخدم التكنولوجيا وأتقنها، استحالة يقولوا عليه كفيف. مرة تانية بشكر سيادتك وبشكر السادة الحضور، وإن سيادتك ادتني الفرصة إن أنا أقف قدام سيادتك وأعبر عن نفسي وعن زملائي من ذوي الإعاقة البصرية. شكراً لحضورك وتشريفك لنا في المؤتمر السابع لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. شكراً لحسن استماعك. شكراً إسلام، وتجربتك أثبتت للجميع إن ذوي الاحتياجات عمرهم ما هيكونوا في دايرة مغلقة، لا، بقدرتهم هيقدروا يفتحوا كل المجالات ويكشفوا العديد من المفاجآت. أما بطلنا اللي هيبقى معانا دلوقتي فهو البطل عمرو عبد العزيز. عمرو نموذج لمبتكر رائع، قدر يثبت ان العطاء في انك تساعد الاخرين في ايجاد حلول لمشكلتهم، وهو ده النجاح ذاته، وده اللي هيقدمه لنا عمرو في حكايه قصته. اتفضل يا عمرو. مساء الخير جميعا. مساء الخير سياده الرئيس. اسمي عمرو عبد العزيز. انا اشتغلت، اتخرجت سنه 2005 من كليه الهندسه. اشتغلت حوالي 8 سنين في واحدة من شركات برمجيات. عملت اشتركت في مشاريع كتير، منها ما كانت حكومات وشركات كبيرة في المنطقة وفي العالم. بعد كده اخدت الماجستير في علوم الحاسب الذكاء الاصطناعي، وعملت شركتي الخاصة لمدة سنتين، ثم انتقلت بعد كده لمدير منتج في واحدة من الشركات المصرية، ثم مدير منتج حاليا في واحده من الشركات العالميه في مصر. والفكره اللي احنا هنشوفها النهارده او التكنولوجيا اللي احنا هنشوفها النهارده
ابتدت بفكرة أنا وزميلي الدكتور إسلام شعراوي. ببساطة هي فكرة من الأفكار اللي احنا بنشتغل عليها جنب شغلنا. الناس اللي عندهم مشكلة في السمع أو بيفقدوا السمع أو ما مش بس بيفقدوا القدرة على سماع الأصوات، هم بيفقدوا القدرة على تحديد أماكن الأصوات اللي حواليه والإحساس بقربها أو بعدها عنها. ولذلك لما حد بيجي ينادي على حد من اللي عندهم مشكلة في السمع، عادة بيلاقيه بيدور على الصوت هو جاي له منين، أو ممكن بيتحرك في اتجاه لو عربية بتقرب منه في اتجاه مختلف عن الاتجاه المفروض يتحرك فيه، وممكن ده يعرضه للخطر. فعملنا ويربل عبارة عن نظارة يقدر يلبسها، وبنقدر نحل المشكلة دي. هي اسمها ساوند لوكاليزيشن، بأنه احنا نحول له المعلومات الصوتية دي لمعلومة مرئية، فيقدر يشوف على النظارة اتجاه الصوت جاي له منين، فيقدر يتحرك في الاتجاه المناسب. برضو بتديله المكالمات الصوتية على النظارة، فيعرف مين اللي بيكلمه من غير ما يكون ماسك التليفون طول الوقت. غير كده بيدربه على لو هو في مكان مفيش حد بيتكلم لغة إشارة، يقدر يديله التليفون والشخص ده يتكلم فيه، ونحول له نعمل speech to text، نحول له كلام المقروء أو الصوت يعني إلى كلام مقروء يقدر يشوفه على النظارة. احنا عملنا أول نموذج تجريبي اللي احنا نشوفه النهاردة، وفي المستقبل هنشتغل على حاجة تدخل إنتاج أو mass production للناس يستخدموها. الحقيقة ده الوضع الحالي. المستقبل اسمحوا لي أقدم لكم فرصتين على المستقبل. الفرصة الأولانية في مجال الذكاء الاصطناعي، وده مجال بكل التطور اللي بيحصل فيه دلوقتي هو لسه في أوله، وإحنا نقدر نكون بنبتدي من حيث انتهى الآخرون زي ما بيقولوا، وندخل المجال ده ونقدر نعمل فيه تقدم، وده ممكن يخلينا في وضع أحسن كتير، لأن التكنولوجيا بتاعت الـ AI أو الذكاء الاصطناعي والروبوتس داخله في كل الصناعات، وهتغير تقريبا كل الصناعات بشكل او باخر، واحنا لسه في الاول، فاحنا نلحق نعمل ده. فدي الفرصه الاولى. الفرصه الثانيه هي فرصه الطفل الصغير. في طفل كده رخم بيجي لما يشوف حد بيستخدم كرسي او حاجه بيحاول ايه يلعب مع الكرسي. هو مش رخم، هو بيتصرف كطفل طبيعي، شايف تجربه جديده بيقدر عايز يجرب ايه ده. بس الطفل ده لو المشهد ده بيتكرر قدامه، لو نزل الشارع لقى ان الشارع مجهز فبدا يتحرك، شاف ناس بتستعمله، راح المول نفس الكلام بقى فيه ناس، راح المدرسه لقى ان في زمايله قاعدين في الفصل ضعيف السمع او البصر او كده، ويقدر يتعلم ازاي يتعامل معاهم، المدرس بيكلمه ازاي ممكن يتعامل مع الناس دي. في نفس الوقت هو بيكتسب مهارات زي المهارات اللي المفروض يكتسبها اللي هي السوفت سكيلز وغيرها، انه يتعامل مع اختلافات كتير مش جسديه بس، اختلاف في راي، اختلاف في ثقافه، كل اختلافات دي هو بيبقى عنده خلاص المهاره دي بشكل جيد. الفكره هنا انه لما يلاقي المدرس بيعمله، الطفل ده لما يكبر ونفرض اشتغل مهندس، اشتغل موظف في حكومة، اشتغل ضابط، هو هيبقى خلاص ده الطبيعي بتاع حياته، ان في ناس مختلفة لازم يعمل حسابهم. فلما يجي يصمم عمارة هيلاقي انه ممكن الأكرة بتاعت الباب لازم تبقى على ارتفاع معين عشان اللي بيستخدم كرسي يستخدمه، لازم الإضاءة ممكن نرفع الإضاءة عشان لو في حد ضعيف البصر يقدر يتحرك في الأوضة. كل الحاجات البسيطة اللي هي مش تكنولوجي جديدة ولا حاجة، مجرد انه عمل حسابه في تصميم الحاجة دي، ده بالنسبة له مش شيء زيادة بيعمله، هو خلاص بقى ده طبيعة حياته وهو من غير. فالنقطة هنا هي الثقافة والتعليم، يعني دي تفاصيل كتير صغيرة ممكن محدش ياخد باله منها، لكن لو مشي بالطريقة دي هو الثقافة والتعليم هيغيروا سواء تفاصيل صغيرة أو كبيرة. فدي الفرصة التانية. في النهاية يعني نتمنى حياة أفضل لكل الناس، ونقدر دلوقتي نشوف الفيلم.
أشكرك عمر. شكرا جميل. شكرا سيد رئيس. شكرا. أشكرك عمر، ولسه منتظرين منك الكثير من الابتكارات اللي تخلينا نقدر نواكب قطار التكنولوجيات المساعدة. أما بطلتنا اللي هتبقى معانا دلوقتي وهي أسماء محمد. أسماء بنت جدعة من صعيد مصر، قدرت إن هي تحصل على فرصة مميزة للتدريب، ومن خلالها حصلت على فرصة رائعة للعمل، وهي بتمثل كتير جدا من النماذج اللي مشرفينا النهاردة، وهنسيبها تحكي لنا عن تجربتها. اتفضلي يا أسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أسماء، أسماء محمد. أنا من محافظة أسيوط. حصلت على الدبلوم الفني للصم عام 2007. عرفت ان وزارة الاتصالات بالتعاون مع المعهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة تم ترشيحي لمنحة تدريبية اتعلمت واكتسبت منها خبرات كتيرة جدا في مجال الكمبيوتر، والحمد لله حصلت على المنحة، وبعد كده تم ترشيحي لشغل. الحمد لله انا مبسوطة جدا ان انا اشتغلت في احدى شركات الادوية، وإن شاء الله هكمل في شغلي وهستمر وعايزة أبقى أحسن إن شاء الله. شكرا للرئيس السيسي لأنه جعل 2018 عام ذوي الإعاقة، وشكرا للمساعدة الدايمة، وشكرا ونفسي التجربة دي تتعمم على كل المحافظات، ونفسها تشوف حضرتك كل عام مش بس السنة دي. وشكرا لوزارة الاتصالات، وشكرا للمعهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة، شكرا على دعمه ليا، شكرا لمساعدتكم لينا، وشكرا لمحافظة أسيوط، وشكرا. نشكرك أسماء، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. أما بطلنا اللي هيشرفنا دلوقتي فهو البطل أحمد زكريا. نموذج للتحدي رائع، قدر يحصل هو وزمايله على فرصة للتدريب والتوظيف، من خلالها قدرت الوزارة توفر لهم كتير من الوظائف داخل أول مصنع مصري لصناعة التليفون المحمول بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، وهيكلمنا هو وزمايله عن تجربتهم. اتفضل يا أحمد. مساء الخير سيادة الرئيس، أنا برحب بحضرتك وبرحب بسائر الضيوف. أنا اسمي أحمد زكريا من أسيوط، طالب بكلية الحقوق، وحصلت على منحة التوظيف والتدريب لذوي الإعاقة. بصراحة أنا حبيت أخذ خطوة استباقية في حياتي وأنا لسه بدرس إن أشتغل. كانت صعبة شوية، لكن لما سمعت عن المنحة المقدمة وزارة الاتصالات من أجل تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز المعلومات نظم وزارة الدفاع بالمنطقة الجنوبية العسكرية، رحت وقدمت وخدت فترة التدريب. الحمد لله استفدت منها كتير وأنهيت الدورة بنجاح. ده دفع الوزارة والمركز إن هم يساعدوني إني أكون موجود في شغل، بسبب ان اهلتني المتطلبات سوق العمل اللي هي متوفره حاليا. رحت وقدمت وقدرت احصل على وظيفه في الشركه المصريه لصناعات السلك، ودي لانتاج اول تليفون محمول وتابلت مصري في الشرق الاوسط وافريقيا. الحمد لله بفضل دعم ربنا ودعم حضرتك لينا والتدريب الجدي اللي حصلت عليه، قدرت دلوقتي ان انا اكون موجود في موقع من اهم المواقع في المصنع حاليا، وهو سي اي تي تيست او مركز الاختبارات الداخليه للتليفون المحمول والتابلت، ودي حاجة مهمة جدا لأنها المرحلة الأخيرة لمراجعة منتجاتنا قبل ما تكون في ايد العملاء، ودي بصراحة ست رئيس شيء عظيم جدا، واحنا فخورين ان احنا بنعمل المكان ده هناك. احنا كل يوم بنكتشف ان احنا مش مجرد بنشتغل او بنتعلم او بنبني، احنا بنكتب التاريخ اللي هيتقري للجيل اللي جاي واللي بعدينا. الحمد لله مش انا بس اللي استفدت من المنحة دي، ليا زمايل كتير جدا استفادوا منها، وانا احب اقدم لحضرتك دلوقتي مجموعة من زمايلي متحدي الإعاقة اللي حابين يشكروك بنفسهم من أسيوط. السلام عليكم، أنا اسمي عمرو،
أنا حاصل على دبلوم الفني من أسيوط من 2014، وبعد كده التحقت بمنحة وزارة الاتصالات اللي كانت اللي نفذتها المركز نفذه المركز التكنولوجيا المعلومات بالقوات المسلحة بأسيوط. حصلت على دورة تدريبية للحاسب الآلي وصيانة المحمول، والحمد لله أنا التحقت بعد كده لشركة المصنع السايكو، ومعايا كمان 11 واحد من زمايلي، والحمد لله برضو في زمايلي من ذوي الإعاقة الصناعية اشتغلوا برضو في بعض المصانع، وأنا بشكر رئيس السيسي دعمه ليا ودعمه لزمايلي، وكمان بنطلب دعمه كمان إنه يقدر يدعمنا أكتر وأكتر للحصول على فرصة عمل، وبقدم أحمد زميلي من ذوي الإعاقة الحركية. السلام عليكم، أنا أحمد عبد الفتاح حسين، حاصل على ليسانس لحقوق جامعة أسيوط وخريج منحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللي نفذها المركز التعليمي للقوات المسلحة بأسيوط. المنحة كانت بالنسبة لي فرصة كبيرة، خاصة إنها ما كانتش متوفرة لينا قبل كده، وخصوصا في الصعيد. الحمد لله التدريب وفرصة العمل داخل المصنع خلونا نقدر نثبت إننا مش بس قادرين على العمل، لكن لما بتجيلنا فرص مناسبة بنقدر نتفوق ونتميز. أنا نفسي أشكر حضرتك يا ريس على إتاحة الفرصة لنا نثبت وجودنا في المجتمع، وإننا نحصل على فرص تدريب متساوية، وإننا بقى جزء منتج من المجتمع ونفيد ونستفيد. وشكرا لك يا ريس، وشكرا للسادة الحضور. نشكركم جميعا، وحقيقي انتوا اثبتوا للجميع ان نص الكوبايه المليان لسه موجود مهما كانت التحديات، فالعيب هو انكار وجوده من الاساس. اما البطله اللي هتبقى معانا دلوقتي فهي البطله الرائعه ندى احمد. ندى منذ طفولتها وهي كانت متميزة ومختلفة، منذ سن 8 سنين وهي عندها شغف للتعلم والإبداع، حصلت على كثير من الميداليات والشهادات العالمية، ولسه عندها إصرار لأنها دلوقتي طالبة متميزة في كلية الهندسة، والمشوار قدامها طويل لأنها مصرة تكون نموذج مصري مشرف قدام العالم كله. اتفضلي يا ندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضرتك السيد رئيس الجمهورية مصر العربية، أهلا بحضرتكم. أنا اسمي ندى أحمد محمد حسن من اسكندرية، عندي 32 سنة، أنا خريجة الأكاديمية العربية والنقل البحري جامعة الدول العربية. أنا بمعدل دراساتي التقنية والمهنية بالتخصص ميكانيكا هندسة ميكانيكا باور، حصلت على تقدير جيد جدا مع مكتبة الشرف، حصلت على الشهادة بريسون، شهادة بريسون قوية جدا بقسم هندسة ميكانيكا باور. درست تلمين هنا في مصر وفاضل تلمين في جامعة قنطرة، وإن شاء الله هكملها. مشكورك ندى. طبعا أنا بحب مجال التكنولوجيا، إن أنا شاركت في المسابقات العالمية في معلومات معلوماتية، خدت فيها جوائز كثير جدا، شاركت في مسابقة الروبوت، حصلت على المركز الأول في جمهورية مصر العربية، وصلنا لأتلانتا، وصلت لأتلانتا في الولاية المتحدة الأمريكية، حصلت على المركز الأول في أمريكا على 85 دولة في أمريكا، وحصلت على المركز الأول في كاسين، كانت أحسن تصميم الروبوت، وكانت أحسن تصميم البحث العلمي المشروع الروبوت في الأبوات المعلوماتية. وشاركت تاني مسابقة في الروبوت الإنساني الآلي، حصلت في اليابان، وحصلت تالت مسابقة على مركز التحدي والتميز في الأردن. ده مجال تكنولوجيا الروبوت، ده مهم جدا، ينفع الشركات العالمية، دي حاجة قوية جدا، وحصلت في مسابقات العالمية. طبعا أنا عملت الاختراع عن خرائط
نسميها خلايا الطاقة الشمسية. ده مشروع ناجح جدا لذو الخدرات للتخرجات الحاسة اللي عندهم ضعف في السمع، وحصلت على مركز الأول في مسابقة التعليم الفني نادي الابتكار. طبعا أنا حاجة يعني مجال التكنولوجيا دي مهمة جدا، ازاي انا عرفتني ازاي ان انا اعتمد على نفسي، ان انا دورت في شركة توشيبا ودورت في شبكات العالم، ودورت ان انا اطلع ازاي اطلع مواقع وازاي اطلع برامج او شبكات والاكواد. انا فعلا طبعا انا بتعلم نفسي، ما وقفتش في حياتي تعلم كله. طبعا ان انا وفي الآخر سنة 2018 إني تعملني فيلم على قصة حياتي، كل المواهب اللي أنا فيه وكل المواهب اللي في مجال التكنولوجيا عملوني فيلم قصة حياتي، فيلم ندى، وحصلت على مهرجان مسقط في الأمريكي، وحصلت على المركز الأول في الفيلم ندى على قصة حياتي. وطبعا شكرا يا مصر، وشكرا سيد الرئيس جمهورية مصر العربية، وطبعا انا بحبك جدا 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 بكثير قوي. شكرا لدى. شكرا 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 ليك يا ندى. وبنشكر كل النماذج والقصص الرائعة اللي شرفتنا النهاردة، واللي قدرت تثبت للجميع ان العقبة الوحيدة قدام متحدي الاعاقة هو كلمة متحدي الاعاقة. المصطلح ده رغم ان المواثيق الدولية رفضت انها تغيره، ايه اللي احنا قدرنا كلنا نغيره فيهم كل البشر لنثبت للجميع اننا ذوي ارادة، ذوي قدرات، ذوي مهارات. ولسه بنأكد ان اي شخص عايز يملك التحدي والارادة اللي عندنا، حط في طريقك اربع اهداف: فكر، اسعى، اجتهد، حقق. خليك دايما مؤمن بان الطريق مهما كان طويل هنقدر، ان الامل مهما كان ضعيف هنقدر، والليل مهما كان مخيف برضه هنقدر. النجاح اختيار مهما كانت الظروف. اشكركم السادة الحضور، اشكرك سيد الرئيس. هم شموع مضيئة لمسيرة الوطن، نورها لم ولن ينطفئ مهما حدث، لما لهم من عطاء وقدرة على إثبات الذات والإصرار وقوة العزيمة. فهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، فقد أثبتوا من خلال ما تابعناه مع حضراتكم أن النجاح اختيار. ورسالة لكل المصريين، خاصة شباب مصر، بأن الفرصة أمامهم كبيرة للمشاركة في بناء وطننا. ندعو السيد الرئيس لتكريم عدد من النماذج التي استطاعت مواجهة التحديات ولم تقف عند حد استخدام التكنولوجيا بل وطورتها. طارق حسام الدين، إسلام صابر،
عمرو عبد العزيز. أسماء محمد. أحمد زكريا. ندى أحمد. والآن مع كلمة السيد رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدي مبقى يعني مبدأ الكلمة هقول لكم حاجة، والله ده من أجمل أيام حياتي النهاردة، من أجمل أيام حياتي.
صحيح. انتوا ما تعرفوش يعني اليوم ده النهارده قد ايه يوم جميل ويوم مبدع ويوم رائع، واداني طاقه ايجابيه مش ليا بس، افتكر ليا ولكل المصريين ولكل اللي بيشوفونا، حاجه جميله جدا. وانا عايز اقول، مش ودي مش مجامله، وارجو الرساله دي تصل لينا كلنا، هما ليسوا ذوي احتياجات خاصه، هم صدقوني انا، وانا بكل الاسر اللي موجوده اللي راعت وبترعى يمكن تكونوا بتعانوا شويه، لكن انا عايز اقول لكم ان انتم لديكم ارصده هائله، مش عندي، مش عند الناس، عند رب الناس لكم رصيد هائل، مش عند رب الناس، لان انا بعتبر ذوي الاحتياجات الخاصه ذوي ارصده خاصه، لان هم ليهم رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى. وارجو ان الكلمه دي تصل لكل من بيسمعها، نعم نعم لكم رصيد عند الله سبحانه وتعالى. وكل ما زادت نسبة الاحتياج كل ما زاد الرصيد. لازم تكونوا عارفين كده الحكاية، حكايتنا مع ربنا حكاية كبيرة قوي، حكايتنا مع ربنا حكاية كبيرة قوي. وإحنا بنحبكم جدا، والله بنحبكم جدا، فمن فضلكم يعني بالرصيد اللي عندكم ده اطلبوا لمصر الأمان والسلام من ربنا سبحانه وتعالى، إنه يحفظ البلد دي من كل شر وسوء. فتحيا مصر بينا كلنا، تحيا مصر بينا كلنا. يعني احنا يعني انا بقول لنفسي وبقول لزمايلي في الوزارة وفي الحكومة وفي الدولة، ما تحرموناش ان احنا في كل مناسبة نعملها ان يبقى معانا عمرو واسلام وندى، يبقوا موجودين ويطلع حد يقدمنا ويكلمنا كده، وطارق. وبعدين في كل مناسبة احنا بنلتقين فيها، أرجو إن النقطة دي احنا نراعيها وننفذها إن شاء الله. أرجو إن مش على قد الحكومة بس، أرجو من إن إحنا نبقى حكومة وشعب منتبهين قوي إذا كان ممكن إن إحنا نقصر مع حد، فما نقصرش مع أهلنا دول. نعم نعم حاضر 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 حاضر. اتفضل. حاضر 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 يا حاضر يا محمود. حاضر. نعم نعم طب بس انت يعني انا مش هدافع واقول لك مفعل او مش مفعل، بس انت ما تعرفش كل التفاصيل. انا بس هفهمك يعني، لا خلي بالكم بس، طب اسمعوني بقى عشان يعني خلوا، انا قلت النهارده يوم جميل فانتبهوا للكلام ده كويس، اليوم ده يوم جميل فانتبهوا للكلام ده كويس. لا طبعا تفعيل 5% احنا حريصين عليها، بس هي ممكن تكون الحجم المطلوب اللي هو الموجود فعلا في الواقع يكون اكبر من اللي احنا نقدر نعمله.
بس عشان تبقى الأمور واضحة. لكن إحنا لما نتكاتف كلنا مع بعض، من فضلكم لما نتكاتف كلنا مع بعض هنقدر نعمل حاجة. فاتفضل استريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الأعزاء، الحضور الكريم، يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في هذا اللقاء الذي يجمع أبناء الوطن الواحد الطامحين في غد أفضل لهم ولمصرنا الغالية. إن لقاءنا اليوم يعد تأكيداً لإرادة الدولة والتزامها بتوظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية من أجل إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية، كما أنه يأتي تتويجاً لمثابرة وطموح أبناء هذا الشعب العظيم الذين جسدوا بإرادتهم وجهدهم مثلاً يحتذى به ودليلاً قاطعاً على أن الإبداع لا يعقه إلا الاستسلام واليأس. السيدات والسادة، إن مصر تدعو دائماً للاستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياتها، ولهذا تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة. فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مشرفاً يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم، بالإضافة إلى إعلان عام 2018 عاماً لذوي الاحتياجات أو لذوي الإعاقة، والذي شهد إقرار قانون خاص بهم، وذلك جنباً إلى جنب مع توجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على إدماجهم في استراتيجيتها للتنمية. إن ما نشهده اليوم من صورة مشرقة لاستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إزالة مختلف العقبات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة يعد أحد ثمار عمل دؤوب لتنفيذ المبادرة التي تم إطلاقها منذ عامين لدمجهم وتمكينهم باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة. ولعل فوز مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعديد من الجوائز الدولية في مجال استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعكس التقدير الدولي لسياسات مصر الداعمة لمبادئ حقوق الإنسان والتزامها بتعهداتها الدولية، بما يمكنها من الريادة الإقليمية في هذا المجال، وهو ما يدفعنا إلى تسخير الإمكانيات للسعي نحو تحويل مصر إلى مركز لتصنيع التكنولوجيا المساعدة وتصديرها إلى المنطقة العربية وإفريقيا. الأخوة والأخوات، إننا نتطلع إلى مجتمع يتساوى أبناؤه في ممارسة الحقوق وأداء الواجبات، ولا سبيل لتحقيق ذلك دون استخدام التكنولوجيا المساعدة، فهي الجسر الذي يعبر بنا للوصول إلى نموذج واقعي قابل للتطبيق، وهو ما ظهر اليوم جلياً في ابتكارات الشباب في معرض التكنولوجيا المساعدة، وما تضمن من تجارب ناجحة قدمها لنا أبناؤنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. إن هذه النجاحات تزيدنا ثقة في أننا على الطريق الصحيح، كما تدل على اتباع الدولة للأسلوب العلمي في التعامل مع احتياجاتهم. ومن هنا أؤكد أن الحكومة المصرية ستبذل المزيد من الجهد لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة يطلقون من خلالها العنان لإبداعاتهم وتمكنهم من التفاعل مع نواحي الحياة المختلفة. ومن هذا المنطلق أعلن عن تدشين مبادرة الإتاحة التكنولوجية
للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية التي تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المقدمة على مواقع إلكترونية عالية الإتاحة الإلكترونية والتكنولوجية للجهات الحكومية باستقلالية تامة والنفاذ إلى المعلومات اللازمة بشكل ميسر. كما أعلن عن إنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كأول مركز من نوعه في إفريقيا، والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب. السيدات والسادة، إن ما رأيته اليوم ليعبر وبكل صدق عن اجتهاد عقول مبدعة تسعى لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وانطلاقا من حرص الدولة على تطوير المهارات الشخصية والمعرفية لأبنائها، أعلن عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحدث معايير الجودة والتدريب، لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزاً إقليمياً لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي وإفريقيا من أجل بناء قدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج تدريبية عالية الإتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة ومتنوعة، وتضمن لهم حرية الاختيار والاستقلالية في الأداء من خلال بيئة عمل مواتية. تقديم برامج تدريبية لتأهيل أفراد المجتمع من المتعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المساعدة. تعمل ابتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة، وأخيراً تنمية وتحفيز الابتكار لدى الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة. أبنائي الأعزاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، أتوجه لكم بالشكر والتقدير على رسائل الأمل التي بعثتموها اليوم في أنفسنا بقدرتكم على التغلب على الصعاب التي تواجهكم وتحويلها إلى نقاط قوة. وأعدكم بأنه أمام صبركم ومثابرتكم ستبذل الدولة ومختلف أجهزتها ومؤسساتها قصارى جهدها لإنجاز مشروعات مختلفة تساهم في توفير حياة كريمة لكم وتطور قدراتكم الكامنة، لنؤكد سوياً أن إرادة هذا الوطن والتكامل بين أبنائه هم الدافع القوي للانطلاق نحو المستقبل. شعب مصر العظيم، لتتضافر جهودنا جميعاً لتعزيز ثقافة حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتساعدهم على الاندماج الاجتماعي، كما أدعو وسائل الإعلام بتبني قضاياهم وإبراز قصص نجاحهم وتحفزهم على تخطي التحديات والتفوق في مختلف المجالات. تحيا مصر بشبابها المبدع وبعزيمة وإصرار أبنائها. تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.